دعهم يأكلون البسكوت، جملة ارتبطت بماري أنطوانات إبان الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر. تلك هي الأم الحنون. أما هنا في بلاد الأرز تختلف الدعوات، إذ جاءت على لسان وزير الزراعة في تغريدة دعا فيها اللبنانيين إلى أكل الدجاج بدلا من اللحم الأحمر، ليس بسبب السعر بل لفائض بدأت تدخم به المزارع. وزارة الزراعة وقفت استيراد المجلد من الخارج، وهذا صار في نوع من التعهد وميثاق وعهد بين نقابة مربي الدواجن بلبنان وبين وزارة الزراعة، خلينا نزيد الانتاج المحلي ونزيد الشغل بالمزارع المحلية ونشغل العالم، والانتاج اللبناني يتصرف بلبنان ويوقف المجلد. وهذا اللي صار في زيادة، بالانتاج. الواقع على الأرض ينذر بكارثة قد تحل على القطاع في حال لم تتبلور الحلول. في ما يعادل 2000 مزرعة بلبنان بين فروج وبين بياض، لذلك وفي ما يعادل، هلا الإحصائيات المزبوطة بتقول 20,000 عائلة بيشتغلوا بهالقطاع هيدا، من المربي اللي بيعيش بالمزرعة، من العامل اللي بيشتغل بالمزرعة، من اللي بينقل العلف، من معامل العلف اللي بتشتغل، من اللي بينقل الدجاج والدواجن من المزرعة إلى المسالخ. كلهم هون بالنهاية، بس المستهلك ما ياخد دجاج حي أو دجاج لبناني أو دجاج من المنتجات اللبنانية، بطبيعة الحال هالحلقة بدأ جزء منها بده يوقف. لبنان بيستورد كل المواد العلفية من الخارج، وهو إن كان عم بتربي للحمة الحمراء أو للدواجن، بس لحتى تطلع لحمة حمراء يعني خواريف أو أبقار أو شيء وتسمنهم، بدك مواد علفية أكتر لتطلع كيلو لحمة حمراء. منشان هيك أوفرنا وأوفر للبلد أننا نشتغل بالدجاج أكتر ما نشتغل باللحمة الحمراء. لكن للأزمة جوانب قد تكون إيجابية. لحم الدواجن أرخص بكتير من اللحم الحمراء، وهذا ما بدأ اثنين يحكوا فيها. المستهلك في روح على أي تعاونية، على أي سوبر ماركت، ويشوف شو سعر الدجاج، لحم الدجاج، شو سعر لحم الغنم، وشو سعر لحم الأبقار، وشو سعر اللحم الحمراء بشكل عام، بلاقي فرق كتير كبير. وبالنهاية هيدا بروتين حيواني وهيدا بروتين حيواني. وطمن المستهلكين اللبنانيين، دواجن بتاكل مواد نباتية بامتياز، ومنتج صحي بعيد عن كل الأمراض وعن كل هالقصص هيدي. مع كل يوم يمر تظهر أثار الأزمة الاقتصادية بوضوح، من المال إلى الصناعة وصولا إلى الزراعة، حتى بات قطاع الدواجن مهددا ومعه آلاف الأسر، إلا أن مصيرهم ليس بيد الدولة بل بيد المواطنين. فهل ينقذ اللبنانيون أنفسهم باستهلاك الدجاج؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد.